طيب بسم الله الرحمن الرحيم. احنا قاعدين نجيب في كل لايف دقيقتين حقات الشير المعتاد. في اخر لايف قلت لكم خلى عاته قلت ساعاته خلى عاته قلت ساعاته. من عطبرة بلد الحديد والنار بلد الرجال برضو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لو ما الزمن كنا حنمشي نتبرك في الصناعية عطبرة شرارة الثورة الأولى، وناس بيقولوا الثانية، في النهاية أوليات أو أوائل الشرارات كانت من عطبرة. فلينا الشرف، أنا واحد من الناس متشرف تماما إنه أكون واقف الآن في عطبرة. فخور جدا الآن باللحظة دي. إحنا عابرين في الطريق في التفتيش بتاع عطبرة، صدفة كده لقينا شباب وقفونا، فيهم الناس اللي بيعرف باشمهندس أبو بكر، شباب تانيين لقيناهم سلمنا عليهم وواقفين معاهم ومواصلين لبورسلان إن شاء الله سبحانه وتعالى. بس ده أحكي قصة، الله يبدأ أنا فاتحه عشان أحكي قصة، لكن ما بحكي إلا الناس تعمل شير. شيرنا. أنت شيرتوا؟ الناس علينا يشيروا. طيب سنة 2007 كان الفصل النهائي من جامعة السنار كطالب في كلية الزراعة أبو نعامة. 2007 2008 جيت زيارة لعطبرة شغل سياسي. الوقت ذاك أنا كنت مطور شعبي، فترة كانت جميلة جدا، انتهت بعد ذاك لكن ما انتهت مع الذكريات. وما ناكر الناس الماسكينها لي زلة، أنا ما ناكرها، ووقتها في ناس كانوا دافرين راسهم في الوطن دي، كنا شغالين من صادم. ما ناكر فترة المطور الشعبي انتهت بخير وبشرة، لكن الآن أنا مواطن سوداني بعيد عن السياسة. داير أحكي القصة دي. جيت وأنا طالب مفصول من جامعة سنار فصل نهائي، فالشباب بتكلم معهم قال لي يا زول ما عندك حل غير تقرا معانا بعطبرة دي. أنا لما أقول خريج كلية القانون بين قوسين كبار كده جامعة وادي النيل اللي هي عطبرة، فجيت مفصول من سنار قريت في عطبرة وتخرجت في عطبرة وبقيت محامي من أرض عطبرة زيادة. الليلة جيت مضروب والكل الضلع مكسورة، وزي ما قلت المرة فات القلب موجوع. فسبحان الله ذات الجراحات الأكاديمية داوت عطبرة، الآن الجراحات المعنوية تداويها عطبرة ذاتها. تاريخ بالطابق بزاد التفاصيل، بس هي أحداث مختلفة. مفصول نهائي لخريج من عطبرة، مضروب معوق لمتعالج في عطبرة. شكرا مديع عطبرة، شكرا ناس عطبرة الطيبين، شكرا عطبرة الحديد والنار، شكرا صناعية عطبرة، شكرا طلاب الثانويات والناس استفادوا ترسوا قبل ما الخرطوم تصحى. كانت عطبرة صاحية، اختلفنا أو اتفقنا بتظل عطبرة أوليات شرارات الثورة وبدايات التغيير. عطبرة طيبة جنون يا عطبرة دي عندها علي حق، زي ما سنار عندها علي حق. تعلمت فيها السياسة عطبرة، تعلمت فيها القانون، وتعلمت فيها السياسة، وتعلمت فيها الرجالة برضه. شكرا. انا لو فزنا من عطبرة ده يقول حاجه تفضل جدا. نرحب نحن عذرا باسم بقى الشباب العطبراوي بالسائر عثمان زلون، ونحن مش نعمل مياهين عطبرة تسع الجميع، لكن السودان يسع الجميع. والناس لما كلها طلعت الشوارع وطلعت الميادين، ما طلعت بس لمجرد اسقاط النظام. النظام اصلا كان سقط ديسمبر دي اعلان سقوط النظام دي من احنا بنفتكرها علمناه من عطبرة والدمازين وغيره كل السودان، لكن المهم نحن طلعنا لبناء الوطن. فما ممكن الناس كلها حترجع من المعركة المهمة بالنسبة لنا تأسيس حرية سلام وعدالة، ولما السودان كمان اليد بتاعته تبقى اليد العليا. نحن لو ما السودان ده بقى في عالما بين الأمم زي ما قال نغني في النشيد الوطني كلنا ما حنرجع. تحياتنا للوفود العابرة، نسأل الله في شباب الطرح الغادي دين الله يعينه ويوفقهم. ونحن الساحة السياسية شاملة لأي زول عنده فكر سياسي، لأي زول عنده طرح سياسي. الحاجة الأخيرة اللي بأكدها على الجميع يا جماعة، في حرية سلام وعدالة والشعار ده لو نحن مسكنا فيه زي الناس ومسكنا فيه بقوة كلنا إن شاء الله بنعبر يعني. باسم برضو منبر شباب التغيير في مدينة عطبرة، باسم الشباب السائر، باسم الموجودين، يعني نحن مثمنين وفرحانين جدا لحضور ومرور أي الشباب اللي بيحملوا في نفسهم شيل الوطن. يا جماعة نحن معركتنا إن شاء الله معركة بناء، الصح صح والغلط غلط،
الصح صح والغلط غلط. تسلموا جزاكم الله خير بالدم. الله يخليك. بالمناسبة عشان ما في ناس يجوا بعدين يعملوا فيها شفاتة، أبو بكر أو باشمهندس أبو بكر ده كان زميلي قبل ما يكون في الجامعة في المؤتمر الشعبي. وافترقنا في السياسة. لأن 10 سنة مفترقين وما لقيته. أي شوفوا أبو بكر، نحن الفترة في المؤتمر الشعبي لما نحن شغالين في المؤتمر الشعبي والله الناس كانوا قلال بالعدد يعني. من غير نذكر اسماء الأحزاب، الأحزاب الراكزة الظاهرة حزبين. واحد طريقته بيكون ظاهر والثاني طريقته قال ولابي. على العموم من غير ذكر الأسماء. نحن منبر شباب التغيير، ومنبر شباب التغيير يشمل أي حاجة. مؤتمر شعبي غيره أي حاجة، أهم شيء تكون معانا في حرية سلام وعدالة دي. أهم حاجة تكون في حرية سلام وعدالة بنفتكرها دي، بتعبر عن شعار الثورة السودانية. طيب أنا ما كملت كلامي يعني، لأنه في ناس حيمسكوا في المسألة دي إنه ذي الناس الشعبي. أنا ما عندي أي علاقة الآن بالمؤتمر الشعبي، لكن عندي علاقة بأي سوداني قلبه على الوطن، شعبي، شيوعي، حزب أمة، غيره. ده زولنا ما عندنا إشكال مع زول. هل عنده معانا مشكلة يصفيها؟ لكن أنا اختلفت عن مؤتمر الشعبي كحزب. الآن لو قدموا برنامج بفيد الوطن أنا معهم. الحكومة القاعدة قدمت حاجة تفيد الوطن أنا معها. حزب الأمة الشيوعي أنا ما عندي عداء مع زول، ما رافضين زول، لكن رافضين سرقة الثورة ودماء الشهداء والتسلق عليهم. رافضين إنك تشيل ثورتنا وتجيب لنا حكومة ما كوف على إنها تخدم الشعب السوداني. أنا ما بختلف مع زول، ما رافض زول، يدنا ممدودة لأي زول. حتى المطور الشعبي اللي كنت فيه ما متبرأت منه كحزب، لكن في النهاية ناس سودانيين فيهم الزول القلب على الوطن، مرحب بهم. اتحاد حزبهم لو في زول داري يقول بلد حقته براو ما حقتك وما بنخليها لك برك. اهم حاجه تركز على الكلام ده يا زلمه. انا راكز الكلام نحن معاك فيه. انا راكز راكز والله راكز ذات وسيله. انا واحد من البرجوك شايفينك يا البرجوك. لحظه انا بعتذر للشباب ارتكاز ذل، لانه خلينا احنا واقفين في نقطه بتاعت مرور فيها شرطه وجيش. في النهايه منطقه بتاعت مرور، فبنعتذر لهم على الجمهره اللي حصلت، لانه في النهايه كلام انا ما بقول ما صح لكن ممكن يكون مزعج. فأي زول من القوات النظامية الآن القاعدين في ارتكاز بنعتذر لهم لو كان في جمهرة أو إزعاج، لكن الفرحة طغى علينا. شايفينك يا البرجوكي متوشحة بالقمرات مشلولة بنقض السوري كاتباه الدبابات. الناس الجدرة جني، الناس الجني مزورة، الصدر بنور الهامش، الصبر سنين ودنين، الناس المحرومين الشال الشمع سنين، السكن بيوت الطين، الغدو بنبض الشارع، حريه سلام وعداله، والثوره خيار الشعب، للشعب الطيب صابر، مطبوح الروح والقلب، ودران بيفتش ذاته، في اجنده حكم شمولي، ما بيعرف الفقره مصانع، لا مدرسه لا منقول، ما بيعرف الا الدوشكه، الدوشكه وربط البوت، والشعب الطيب يمه، مسكون بشوق الناس، يا فقره دواس لدواس، ما خير نتواسع ايوه، ونخلي الموت في السرعه، ويطير الدم في نحاس، ونحاس الجيل الجاي في التنمية والقرطاس، ونحاس الجيل القادم في يغزى الشعب الهامش اللي سأل ربه كثير. هل ممكن يحكم فقرة؟ عفوا يا خليفة المهدي أجيب ترحيق الشمس، شكرا محمود والتعمل. الليلة نحاسك برا في الدولة وحكم الشعب، سوداني هويتك هامش يا وطني، هويتك هامش، والهامش نبض النط. الناس اللي بيزرعوا نحنا، الناس اللي بيصنعوا نحنا، الناس اللي ركبوا الخيل بسيف العشر الجان في كلل وفي شيكان. السلطة الذاتية نحن، الطرح القادم نحن، السلطة الجاية نحن. لا مدرسة لا تيار، لا نجرة ولا أسمار، لا موية بلا الريك، لا عود يشق بالفاس، إلى زول يشق التك، إلى زول يشق التك. يا شعب عدالة عدالة، يا بلد عدالة عدالة، عدالة لكل الناس، ميزان عديل حساس، في كف دموم الشعب، في كف دموع الناس، في أحلى أخوة الغلفة نتعالج بإحساس. حرية سلام وعدالة، والثورة خيار الشعب. أبنوسا سوري سوري، ده حكومة بتضرب بوري، والمجلس بيضرب بوري، وأحزابنا بتضرب بوري، للشعب الماء ضروري، في الوطن الماكل نيم، يا وطن الدنيا ده بنقة، حكومة حنة وفنقة، للشعب الماخد خنقة، عشان ما يشبع برسم، حرية سلام وعدالة، والثورة خيار الشعب، الشعب العام بسقالة، في نص السوق العربي، في نص السوق العربي، أدراب بيفتش بارة، علشان ما يبيع سكين، سكين أدراب اتباعت، اتباعت جوا القصر. سكين أدراب اتباعت، اتباعت جوا القصر. لا بيمشي جديد الثورة بأعلى جهات ودينا، ما بتعرف طعم الضر. حرية سلام وعدالة، والثورة خيار الشعب. أبقوا طيبين.
ربنا يحفظكم بمناسبة وقفتنا دي. قبل ما نختم نسأل الله سبحانه وتعالى يحقن الدماء في كادوغلي في كسلة في كل السودان ويحفظ أهل السودان. الناس قاعد تحاول تثير الفتن عشان تسيطر على المواني ولا تثير الفتن عشان تسيطر على خيرات السودان. بذكر أهلنا دمكم أغلى ما تملكون، فما تهدروا دماءكم لمخططات بتحاول تسيطر عليكم من خلال فتن. احفظوا دماءكم لانها اغلى ما تملكون، ما تهدروها حفاظا على مخططات بتاعت ناس بيسيروا في الفتن عشان يسيطروا عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.